برحب بحضراتكم في حلقه جديده من تنس سبورت. زي ما شفنا كده في الاسابيع اللي فاتت كنا مع حضراتكم في نادي احد مشاريع وزاره الشباب والرياضه واللي بيقابل دعم كبير جدا جدا من الدوله، واللي بصراحه مشروع محترم وبيسهل وبيوسع القاعده الجماهيريه لممارسين الرياضه في مصر. احنا النهارده موجودين في نادي لكن فرع شيراتون. فرع شيراتون هو واحد من فروع نادي اللي لسه تحت الانشاء واللي يمكن هيتم الانتهاء منه وتسليمه بعد شهور قليله. خلينا نرحب بضيفي دكتور سعيد صلاح واللي هيكلمنا اكتر عن مشروعه، هو المدير التنفيذي لنادي النادي فرع شيراتون. دكتور برحب بحضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. خلينا نتكلم عن نادي فرع شيراتون، نعرف الناس باللوكيشن، اختيار اللوكيشن، ومن امتى بدانا الانشاءات في فرع نادي شيراتون. بالنسبه للانشاءات تمت في شهر 10 السنه اللي فاتت، تمام، لان على توجيهات السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بالاهتمام بالمركز النادي الاول، ان هو كان مركز عباره عن مركز تنميه رياضيه كان بيخدم قاعده معينه من الشريحه الموجوده في شيراتون. جه اهتمام الوزير الدكتور اشرف بان احنا نحول المنشاه دي من مركز تنميه الى نادي، بحيث ان هو يكون فيه على انشطه وتطوير المجال الرياضي بالنسبه للسكان الموجودين في شيراتون باستفاده اكتر. يعني اول حاجه بدانا بيها زي ما حضراتكم شايفين معانا بول عباره عن حمام سباحه اولمبي. بنتكلم عن حمام السباحه ده اللي احنا جنبه، حمام السباحه الاولمبي اللي احنا موجودين فيه بالفعل، زائد ان فيها معانا حمام سباحه برضه ترفيهي موجود بعد الحمام، اوكي، زي ما احنا حضرتك شايفين اللي فوق ده حمام سباحه ترفيهي برضه موجود للاطفال. دكتور سعيد خلينا ناخد كده جوله في النادي ونتكلم اكتر عن تفاصيله، لكن عايز اسالك عن حاجه. يمكن النادي بفروعه هو بيستغل وجود مساحات زي مساحه الجيم والمحلات زي ما حضرتك قلت استثماري. تمام. هل فرع شيراتون من ضمن الفروع من ضمن الخطه الموجوده؟ طبعا هي من ضمن الاستثمار الموجود فيها زي ما حضرتك شايفين، زائد ان احنا برده معانا جيم برده موجود خلف البول اللي هو موجود قصادنا دوت، عباره عن ثلاث ادوار، دور بدروم ودور ارضي ودور اول موجود، ده ثلاث ادوار موجود للجيم زائد الخدمات بتاعتهم الموجوده فيهم. هايل. ثلاث ادوار ده هيكون استثماري؟ ده استثماري وده مسافته 2000 متر تقريبا. حلو. نتكلم بقى عن عضويه نادي. بالنسبه للعضويات تم انشاء طبعا او اقتراح العضويات تبقى موجوده من اول بدايه اللي هو المرحلة العالي، بدايه من 114,000 بالظبط حضرتك كده بالنسبه للاعضاء الموجودين او اللي هم مترجتين من فئه معينه وفئات ثانيه تبقى موجوده اللي هي في مساكن شيراتون ومصر الجديده. وبالنسبه في كذا طريقه بالنسبه للاستعداد او الاشتراك في العضويات، في طريقه عن طريق الوزاره وده بيتم عن طريق دفع مقدم. تمام. مقدم للعضويات، تمام، ويتم تقسيمها في عندنا 12 شهر، في 24 شهر، في 30 شهر، وفي عن طريق البنوك. تمام حضرتك. وده بيتم من غير مقدم خالص وبيتم استعداد فيه على مده 7 سنوات. هايل. اعتقد ده سعر مش عالي قوي لكنه برضو مش بيستهدئ، يعني لكنه مش رمزي. خلينا نقول هو مش رمزي نتيجه الاعمال حجم الاستثمارات اللي موجوده والفكر اللي احنا بالدكتور اشرف وزير الشباب والرياضه بيفكر بيواجهنا ليه كلنا ان احنا نعمل حاجه على مستوى يليق بالمكان اللي احنا موجود فيه بطبيعه الخدمات اللي موجوده لاستغلال المكان الاستغلال الامثل، خصوصا وجود منطقه موجوده جنبي زي المطار، منطقه شيراتون، المناطق اللي موجوده كمان الشارع اللي موجود فيه هو اصلا شارع تجاري. هو شارع تجاري بالفعل بسبب انشاء النادي اصلا فعلا. طبعا يعني الكلام ده كله ما كانش موجود قبل كده. المنطقه دي اشتغلت عن طريق ان النادي بدا موجود وبدا يقدم خدمات للناس اللي موجوده هنا، فالمكان اتحول لمنطقه خدميه ومنطقه تجاريه. والتاني حاجه ان احنا برده في نفس الوقت الدكتور اشرف قال على التوجيهات بتاعته هنستغل السور بتاع النادي نفسه عن طريق انشاء مجموعه محلات مكونه من دورين على الشارع بره برده الخارجي مع شارع عبد الحميد بدوي برده نفس التقاطع بتاعه، ده برده هيبقى منطقه خدمات ومحلات. هي العظيم. احنا لسه مكملين يا دكتور. أكيد. خلونا نروح بقى جوله للنص الثاني او الشق الثاني من النادي فرع شيراتون.
يمكن زي ما شفنا كده في الجزء الاول من الحلقه وريناكو اول جزء من نادي فرع شيراتون اللي فيه حمام السباحه والجيم وقاعات الافراح. في جزء تاني بقى واللي هو بيحتوي على الملاعب، مظبوط؟ على الملاعب، بس الاول المنطقه اللي احنا موجودين فيها دي اول المنطقه الاجتماعيه، اوكي، دي هتبقى موجوده كلها، هتبقى نظام مكيفه كلها، تمام، وده هتبقى منطقه استقبال او ريسبشن للاعضاء بتاع النادي. وفي موجود عندنا في الجزئيه الموجوده بعد مننا عندنا فيه موجود تراكين، تراك مشي وتراك عجل، ده مش موجود في اي نادي في مصر ان توفر التراكين دول مع بعض. صح، احنا النادي الوحيد المتميز بالمنطقه دي بتوفير اللي هم التراكين، تراك المشي وتراك العجل. هايل. نادي فروع تانية ما فيهوش؟ لا لا لا، هو نادي بس نادي الشيراتون هو اللي فيه الحاجه دي دلوقتي. الموقع بتاع النادي، يمكن نوري الناس الموقع بتاع النادي، هايل، موقع حيوي جدا في قلب شيراتون تقريبا. احنا بيننا وبين المطار اعتقد، احنا بيننا وبين المطار مش اقل من 3 دقايق تقريبا، ما يجيش 5 دقايق خالص، وبيننا وبين مصر الجديده برضو 10 دقايق. احنا اكبر احسن منطقه تقريبا بتخدم السكان الموجودين في المنطقه هنا او منطقه مدينه نصر، واحسن مكان يتم توفير فيه اي انشطه رياضيه، خصوصا ان احنا جنب المطار زي ما قلنا لحضرتك، اذا كان في عن طريق فرق او استقبال فرق دوليه جايه تعمل معسكراتها او الكلام ده كله، فاحنا فعلا بالفعل طلع توجيهات السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان احنا نتم استغلال النادي بالاستخدام الامثل عن طريق وجود المطار جنبنا، انه بسبب قربه من المطار، بسبب قربه من المطار طبعا. هيكون في ممكن يكون في فندق اقامه للاعبين او محل اقامه للاعبين؟ دي كانت في محل الدراسه بس لسه ما اتنفذتش فعلا، بس هو الاستخدام الامثل لمجموعه الملاعب اللي هتبقى موجوده. هي خلينا نروح بقى نشوف الملاعب وتراك المشي وتراك العجل. طبعا كل حاجه هي لسه تحت الانشاء، يمكن ملامحها ما بتبقاش باينه قوي، بس احنا حرصنا ان احنا نوري حضراتكم مراحل الاولى، واكيد اكيد هنكون موجودين بعد انتهاء المشروع. خلونا دلوقتي نروح نشوف الملاعب. حاجة تشرف جدا 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 اللي احنا شفناه في بداية الحلقة. خلونا دلوقتي نروح لآخر جزء من فقرتنا دلوقتي في نادي النادي، وهو الجزء الخاص بالملاعب أو الأوتدور أريا. خلينا نتكلم عن المكان اللي احنا فيه دلوقتي، ده هيكون موجود فيه ايه وهيقام فيه ايه؟ طبعا اللي احنا شايفينه ده في التطوير الجديد، ده ما كانش موجود قبل كده، ان احنا يبقى عندنا مكان زي على الشمال هنا، يبقى منطقه كيدز اريا زي المسرح موجود للمواهب او الكلام ده كله، هيبقى موجود هنا. النقطه الثانيه هيبقى في عندنا ملاعب متعدده زي سله وطايره ويد، ثلاث ملاعب. في عندنا ملعبين تنس ارضي، اوكي، هيبقوا موجودين. في صاله جمباز دي لسه بتتنشا برده، ما كانتش موجوده خالص، ما كانتش متنفذه في المشروع القديم اللي قبل كده. في عندنا ملعب كوره قانوني موجود، ده نجيل طبيعي، وده مش موجود برده كان قبل كده خالص في اي نادي طبعا. ملعب كوره مش استاد؟ لا لا، ملعب كوره. هايل. ملعب كوره نجيل طبيعي. هايل، يعني بصراحه مشروع عظيم، يمكن من فروع نادي النادي القديمه كمان، وتطبيقه على الارض يمكن كل الناس كانت فاكره انه هيكون مشروع متواضع، كانوا قلقانين شويه، لكن النتيجه في اللي فات واللي احنا شايفينه النهارده على الارض ان هو مشروع مشرف جدا. انا يعني بشكركم عليه في الحقيقه. شكرا لحضرتك جدا، واحنا طبعا تبع تعليمات السيد الدكتور اشرف صبحي ان استخدام الامثل للمكان حسب الاماكن اللي كانت موجوده مهدره قبل كده، ان احنا نستخدم كل الاماكن اللي موجوده وتوفير نفس الوقت الراحه للجست او الاعضاء اللي هيبقوا موجودين، اللي كان موجود قبل كده كان في سلالم بس موجوده، ما كانش فيها اسانسيرات موجوده، ما كانش فيها سلالم اسكليتور موجوده، ده بالفعل تم انشاؤه وهيتم تنفيذه في التطوير الجديد باذن الله. كلنا بنشكر دكتور اشرف مجهوداته العظيمه في في الرياضة المصرية بشكل عام والاستثمار الرياضي. أنا بشكر حضرتك، شرفتني النهاردة. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا ليك. يمكن ده الجزء الأول من حلقتنا، خلص جوه نادي النادي. هنروح دلوقتي بقى لوزارة الشباب والرياضة، خليكم معانا علشان تتابعوا باقي تفاصيل حلقة النهاردة من تنس بول. لسه مكملين حلقتنا زي ما شفنا كده في بداية الحلقة، خدناكم جولة في نادي النادي فرع شيراتون. احنا دلوقتي موجودين في وزارة الشباب والرياضة، وخلونا نرحب بضيفي دكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة أمناء نادي النادي فرع شيراتون. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا، برحب بسعادتك. أهلا بيك دكتور. كلمنا عن مشروع نادي النادي شيراتون، يمكن احنا كنا في الجولة شفنا انه هو مختلف شوية عن بقية الفروع، فخلينا نتكلم عن ده بشكل أكبر. تمام. وطبعا في البدايه بنشكركم على وجودكم ومساهمتكم معانا في نجاح هذا العمل او الحدث المشترك بيننا وبين حضراتكم كاعلام. ووزاره الشباب والرياضه نهجت النهج ده مع الوزير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي طبعا،
حبينا نعمل حاجه فكره جديده جدا، ان احنا عندنا منشات كتير جدا رياضيه، ازاي نقدر نستغلها ونستفاد منها ونفيد المجتمع كله او طبقه كبيره جدا جدا من المجتمع، انها تقدر تحقق ذاتها وتقدر تروح تشترك في النادي في مستوى ينفعها او يفيدها او تقدر تحصل على عضويه فيه. وبناء عليه المنشات اللي عندنا بدانا نطور فيها وبدانا ناخد موافقات الوزاره، موافقه مجلس الوزراء على كل الاجراء ده كله، الاجراء القانوني السليم. بدانا بسلسله نادي النادي، بدأنا الفرع الأول طبعا بدأ في أكتوبر من سنة، وبدأت العضويات موجودة فيه في نادي النادي في أكتوبر. الفرع الثاني اللي احنا بصدده دلوقتي اللي أنا بشرف منه رئيس مجلس الأمنة بتاعه اللي هو النادي شيراتون، وبعد كده في فرع ثالث في العاصمة الإدارية، فرع رابع في الاستاد، وحتبقى سلسلة إن شاء الله تكمل معانا في المحافظات كلها إن شاء الله. طبعا نادي شيراتون زي ما قلت لحضرتك إن أنا مع الوزير كلفني برئاسة المجلس، معايا أعضاء مجلس أمنا على أكبر مستوى في جميع التخصصات وبستفاد منهم في جميع الاستشارات. كانت فكرة المكان ده كان مركز تنمية رياضية طبعا ويتبع الحكومة مع الوزير طبعا والقيادة كده، بنتخلص من الفكر ده ازاي اقدر اعمله نادي، ازاي اقدر استفاد، ازاي اقدر يدخل لي عائد واستثمار بدل ما بصرف عليه ومبحققش الهدف منه اللي مطلوب. بدأت فعلا تعرض الملف كله على مجلس الوزراء وتم التصديق والموافقة عليه في مجلس الوزراء ان ده يبقى فرع التاني نادي شيراتون. بناء عليه كلفنا الجهات اللي بدأ عملية التطوير ورفع الكفاءة النادي على مساحة من 13 إلى 15 فدان. كل الإدارة اللي فيه موجودة إن شاء الله بصدد إن احنا مؤتمر لتدشين وفتح العضوية بتاعته. مكونات النادي في حاجات كتير مميزة عن غيره كتير من الأندية. ده حقيقي. الموقع بتاعه متميز جدا الحمد لله. ده يمكن الشق اللي كنا هنروح له في الكلام، في جزء كبير قوي قوي من نادي هو استثماري، يعني خلينا نوضح برضو للسادة المشاهدين ان هو مشروع حكومي تحت رعاية واشراف وزارة الشباب والرياضة ورئاسة مجلس الوزراء، ولكن احنا طارحين جزء كبير من النادي استثماري، جزء المحلات وجزء الجيم، مظبوط؟ تمام. خلينا نتكلم عن الاستثمار الرياضي وقد ايه انه في دول قائمة على الاستثمار الرياضي والسياحة الرياضية، ازاي ممكن نستغل مشروع زي نادي في ان احنا ندعم الاستثمار والسياحة الرياضية؟ تأكيد الكلام حضرتك، فعلا الاستثمار في الرياضة وفي مجال الرياضي بقى استثمار كبير جدا 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 وبيشغل حيز كبير جدا على مستوى العالم كله مش في مصر بس. يعني من الاحصائيات والارقام العالمية انه يعتبر تاني او تالت دخل قومي للدول العالم كلها لو احسن استغلالها، وده الفكرة اللي احنا بدأنا فعلا في الوزارة. انا بقول لحضرتك يعني مثلا فكره انا الاداره نفسه اداره خاصه لما تبقى اداره خاصه تحت اشراف الوزاره كحاجه حكوميه، ده بيحقق الهدف والناتج وبيقدم الخدمه افضل من كتير جدا جدا من اي قطاع تاني، لان بقدر احاسبه بقدر اعاقبه بقدر اديله خصومات اديله اي حاجه غير ما انا معلش موظف حكومه ده شغلي ده عملي سواء اديته ما اديتوش مفيش مشكله. فين الاسابه فين العقاب ما تفرقش كتير. انما الشركه لما بتيجي ومنافسه بين عده شركات في القطاع الخاص عايزه تحقق الهدف عشان بعد كده تاخد اسمها وتاخد في مكان تاني وتالت ورابع، وهم بيبقوا مستفيدين بشكل كبير جدا لانهم واخدين لوكيشن عظيم في قلب شيراتون. احنا الحمد لله طبعا زي ما حضرتك قلت احنا خلصنا موضوع المحلات ده، يعني انا عندي الموقع متميز جدا، عندي المساحه بتاعته الاسوار بتاعته ده كلها تم طرحها ان شاء الله لمجموعه محلات براندات كلها على اعلى مستوى ان شاء الله. نفس الكلام الجيم براند خده خالص الجيم، عندي جيم ثلاث ادوار بكافتيريا بالروف بتاعه داخل في مساحه 3000 متر، مساحه كبيره جدا، عندي حمام سباحه اولمبي، عندي حمام سباحه اطفال، عندي قاعات افراح على اعلى مستوى، عندي ثلاث جراشات. دي مشكله اوازمه اي نادي انك ما تلاقيش له جراش، لا بقى عندي في جراشات وبتسع 600 700 عربيه موجوده للمكان، ما بيبقاش فيه ازمه للعضو النادي في موضوع الركنه او العربيه بوفرها له. عندي فيزا كمان في النادي يا فندم، بنوك، عندي كافتريات، مطاعم، براندات كلها، وده توجيهات مع الوزير ومجلس الامناء. انا بتكلم في نقطه ان انا مثلا عندي تراك مشي وتراك درجات، ده صعب جدا انك تلاقيه في اي نادي، ده موجود عندي ومحافظ عليه وبرفع كفاءته وتطويره. عندي بقى كل الملاعب، استاد كوره، ملاعب خماسيه، ملاعب سكواش، صاله بولينج على اعلى مستوى، بلياردو، تنس، كل المنشات بخلاف الصالات الاجتماعيه، بخلاف المسرح الاطفال،
الحمد لله في التطوير اللي حصل واعاده رفع الكفاءه بتاعته موجود كل ده في المقايسه. يعني ان شاء الله احنا مع الشركات عندنا مش شركه واحده اللي شغاله فيه، ثلاث شركات شغالين فيه عشان يسلمونا ان شاء الله على اخر العام نبدا الناس يشرفونا ويشوفوا حاجه تبقى على اعلى مستوى تليق بالعضو اللي هيحضر النادي ان شاء الله. اي حد يقدر يشترك في النادي من دلوقتي؟ من دلوقتي يا فندم، وفي خط ساخن ممكن نقوله لو حضرتك. طبعا يا ريت. 15670 ده موجود، شركه برضو عملنا منقص التسويق بشغل احترافي برضو، وتقدم حوالي 7 شركات ان هم ياخدوا تسويق المكان، وفعلا رست على الشركه. انا ما بدفعش لهم اي حاجه، ده هم بياخدوا نسبه من العضويه اللي بيحصلوها لهم نسبه فيها، يعني انا المقابل اللي هم هيشتغلوا ويجيبوا عضويه بياخدوا نسبه بتاعتهم. خلينا نقول ان ده فكر جديد على وزاره الشباب والرياضه. احنا دايما مشاريع الكتب تقام بتبقى 100% بوزاره الشباب والرياضه، ده بيحط عبء على الوزاره فوق العبء اللي عليها، وزي ما كنا بنقول المشروع ما كانش بيطلع شويه بالشكل المنتظر. المشاريع القادمه فروع الجايه من نادي النادي برضو هيكون فيها شق استثماري؟ بالظبط، خلاص انا عندي التكلفه عاليه جدا جدا في البطولات اللي انا عملتها، من تكلفه انشاءات استادات على الصالات، ما بقدرش ان انا هصرف على بقيه منشاتي، بالتالي لازم ادخل القطاع الخاص، لازم ادخل فكر استثماري، والمستثمرين اللي بداوا بيرحبوا جدا جدا لما لقوا ارتياحيه في التعامل في الاسلوب، الوضع اختلف، بيجي لي منافسات وشركات كبيره جدا جدا انها تعمل منافسه، انها تخش معايا في المشاركه معايا، لان هي بتستفاد وبتكسب وانا عايزها تكسب وتربح عشان تشتغل معايا. نفس عندي في العاصمه نفس الكلام، بدانا نشتغل على الفكر ده في استاد القاهره، توجهات معالي السيد الرئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي، بدانا نشتغل في نفس التوجهات ده، توجهات وتعليمات من معالي الوزير طبعا عندنا، انه ندخل القطاع الخاص باشراف من الدوله، باشراف من الدوله والحكومه. اخيرا اللوكيشن او الموقع بتاع النادي، زي ما قلنا هو موقع استراتيجي بينه وبين المطار 3 دقائق تقريبا. ممكن نستغل وجود المطار جنب النادي انه يبقى فيه معسكرات بتقام في النادي، انه حاجات من هذا القبيل يعني؟ بالظبط يا فندم، زي حضرتك بتقولي كده، قرب من المطار، قرب من مجمع فنادق كبير جدا جدا هناك، وفرق كتير تنزل هناك وما بيلاقوش لها ملاعب تدريبيه، وعشان كده لما جينا نصمم ونعيد تصميم الملاعب في النادي فعلا عملنا ملعب كوره وملعب نجيل طبيعي، لان اي فرق دوليه او اوروبيه التدريب ما بتمشي على نجيل طبيعي رغم التكلفه العاليه للملعب ده، بس اصرينا ان هو يكون موجود في التطوير ده عشان هنحتاجه وهنستغله، وان شاء الله هيبقى يعني معسكرات لكل الفرق ان شاء الله، قريب المطار ما يبقى في مشكله، في اجتماعات مستمره جدا مع المجلس ومع الوزير في كل حاجه تصلح ونقدر نستفيد منها استغلناها فعلا في النادي ده، اللي ان شاء الله ان شاء الله في الافتتاح تشرفونا وتكونوا موجودين معانا على طول، هيبقى حاجه جديده جدا ومميزه جدا وتاخد طبقه كبيره جدا جدا من المجتمع ان شاء الله. انا بشكر حضرتك، حضرتك شرفتني، بتمنى لكم طبعا كل التوفيق، نادي نادي في فرع شيراتون وعاصمه اداريه، وان شاء الله كل الفروع، لانه هي حاجه فعلا تشرف. ان شاء الله يا فندم، بشكرك. زي ما شفنا كده في حلقه النهارده، خدناكم في جوله سريعه في نادي نادي فرع شيراتون وهو لسه تحت الانشاء، علشان حضراتكم تشوفوا كل الخطوات، عشان حضراتكم تشوفوا المجهود اللي بيتم بذله سواء من الدوله او القطاع الخاص علشان نوسع اكتر القاعده الجماهيريه للرياضه، نوسع اكتر ممارسين رياضه، وزي ما شفنا كده الدوله بتروح او وزاره الشباب والرياضه بتروح لكل منطقه. الاول بدانا في مدينه 6 اكتوبر، دلوقتي شيراتون عاصمه اداريه، اسكندريه، اللي جاي كله ان شاء الله يكون تطوير في الرياضه المصريه. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، دي كانت حلقتنا النهارده في تنس سبورت، استنونا في حلقه جديده.